اريد اعرف تجهيز الوقود لاصحاب المولدات شنو وضعه؟ مجاني؟ اسعار مدعومه؟ تعاونيه؟ لو شنو؟ تجهيز الوقود للمولدات المواطنين الكرام مثل ما تعرف حضرتك هو تجهيز مدعوم. احنا جهزنا خلال فتره الصيف تجهيز مجاني للمولدات بحدود الشهرين. مجاني؟ مو عفوا مو مجاني، جهزناهم 40 لتر، هذه اول مره تصير انه نجهز للمولدات 40 لتر لكل كي في اي. زين. حاليا نجهز شهريا، احنا بتنسيق عالي ويا وزاره الكهرباء بتعاون مستمر على ساعات الاشتغال الموجوده في بغداد ان احنا نجهز المولدات. مولدات الاهليه وكذلك تجهزون المحطات الحكوميه للتوليد. نعم، المولدات الحكوميه الاهليه والمحطات الحكوميه والمولدات الحكوميه ايضا في دوائر الدوله والقطاع الخاص، كله احنا بدنا نجهزه. طيب انا بدي اركز على الاهليه لان محور اليوم راح تكون اهليه. اذا مستمر ما يكون قطاع عن تجهيزكم للمولدات الاهليه؟ ابدا اطلاقا، فقط اللي عنده حصه، ما شوف كهرباء اذا كانت فقط اللي لديه حصه كليه. احنا هنا دائما اصحاب المولدات يرمون الكره وين؟ على وزاره النفط، تحديدا على توزيع المنتجات النفطيه. يقول لك ما جهزوني هاي السنه او هذه الفتره ما جهزوني، فانا مضطر اشتري سوق سوداء وعلي. عجبك يعجبك، ما يعجبك روح اسحب وايرك. هاي النقطه تحديدا يتحدث بها ابو المولد الى المواطنين الكرام. ما يعجبك نزل الجوزه، كل شيء ما تقدر تسوي له. حتى مشاكل صارت، حتى مولدات احترقت، حتى امور عشائريه صارت بسبب المولدات وبسبب هذه التصرفات. اجت ايام انقطعتوا او قطعتوا المنتوجات النفطيه عند اصحاب المولدات تحديدا الغاز بالصيف اللي مر؟ اطلاقا ولا صارت هذه الحاله ولحد الان. ولحد الان واحنا مستمرين، والاخوان يعرفون ضيفيك الكريمين وكل مواطنين تعرف هذا الموضوع. وزاره النفط داعمه لتجهيز المواطنين الكرام من خلال تجهيز المولدات وبالتالي توفير الكهرباء. احنا استاذ رائد، نعم، احنا بنجهز بحدود 6 مليون و206 بالضبط كي في اي للمولدات. هذا الكي في اي تضربه في عدد اللترات المجهزه، بنجهز بحدود 70 يعني الف العفو 70 مليون و507 بحدود. هذا تجهيز لكل العراق طبعا 67 مليون لكل العراق تجهزوه، لكل العراق يتم تجهيز بالضبط. طيب بالضبط.